السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى من اللي باقي ما اشتركش بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تدعموا القناة بلايك وتخليوا تعليق، وشكرا لكم بزاف على الدعم. اليوم قصة جديدة كنتمنى تعجبكم. نور شابة فقيرة، أو ربما نقولوا تحت خط الفقر بكثير، عاشت وكبرات في ملجأ ديال الأيتام حتى وصلت 18 سنة وجراو عليها هي ومجموعة من الفتيات والفتيان اللي لقاو راسهم في الشارع بين عشية وضحاها، ما كيعرفوا على العالم الخارجي والو. نعسات في الزنقة هي وزوج بنات صديقاتها اللي بقاو مجموعين بعد ما كل واحد فيهم وفي اللحت ورجليه. بقات نور وهبة وصفاء مجموعات كانوا كيف ما البقية، طبعا كينعسوا في شوارع المدينة الكبيرة. كانت حياة الشارع صعيبة عليهم بزاف، بلا صنعة بلا قراية، كانوا كيمتلكوا السماء والأرض فقط. صفاء كتكلم وصوت أسنانها كيتسمع للبنات، كتقول فيا الموت البرد، شنو غنديرو؟ راه أسبوع دابا وإحنا في الزنقة، عييت من حياة البؤس اللي عايشين. قالت هبة صافي يا حبيبة صبري، راه هذا قدرنا، شنو غنديرو؟ غنبدلو القدر باش تكوني دابا نعسة في ناموسية حريرية، وقدامك مدفاة وكرشك عامرة بما لذ وطاب، ياكي؟ ابتسمت صفاء وهي كتمنى لو أن كاع هادشي اللي قالته هبة يكون حقيقة وتكون عايشاه في هاد الوقت اللي البرد كياكل جسدها الضعيف. ضحكات هبة لصاحبتها وضرباتها على راسها بخفة وقالت نوضي من الأحلام، راه حتى حاجة ما غتبدل. تغيرت ملامح صفاء من السعادة للحزن، عنقاتها وقالت صافي يا حبيبة ما تقلقيش، دابا تعيشي هاد الحلم شي نهار. أما نور عقلها ما كانش معاهم، كانت كتفكر كيفاش تقدر تعيش هي وصحاباتها، ما كيعرفوا حتى حاجة. الله ياخد فيهم الحق، مدراء الملجأ ما علموهم لا صنعة لا والو. نور كتقول بينها وبين راسها من اللي كانوا عارفين راسهم غيلوحونا للزنقة، على الأقل كانوا يعلمونا شي حرفة ناكلوا منها. تفو الله ياخد فيهم الحق. تكات وعنقات صاحبتها اللي كانت نعسات واستسلمات للبرد. صفاء كتبان هي صغيرة فيهم، جسمها ضعيف بزاف، بنية صغيرة ولا حوال الزنقة، وحاولات تنعس وهي معنقة صفاء باش تحسسها على الأقل بشوية ديال الدفء. جا الصباح ويا ريت وما جا، برد وجوع وكآبة، حتى حاجة ما كتخليك تفرح. بدو الصباح فاقت نور، أما هبة وصفاء كانوا مازالين نعسين. نهضت وخرجت من الكوخ المهجور اللي ولا مأوى ديالهم في هاد الفترة اللي تلاحوا فيها للزنقة، في منطقة مهجورة جنب الطريق السيار. كانت مقرة أنها تلقى عمل، على الأقل يقدروا يأكلوا منها. دارت ودارت ودارت من محل لمحل، كتطلب وترجى في أصحاب المحلات باش يخدموها. أحيانا كتلقى الرفض وأحيانا كيجريو عليها، مظهرها ولا كيوحي بالتشرد. أكيد هي لابسة نفس اللبسة هادي كتار من 4 أيام. أعيات وجلسات على الرصيف، الدموع تجمعوا في عينيها، خاصها ضروري تلقى خدمة، الزنقة صعيبة عليها وعلى صحاباتها، والدئاب البشرية في كل بلاصة، خصوصا هي ما كتعرف حتى حاجة. جمعات الوقفة ومسحات عينيها ورجعات كتقلم من جديد، كترجى أصحاب المحلات حتى يأسات، وجلسات جنب واحد المطعم كتشوف من خلف الزجاج الناس الراقية الغنية جالسين في جو دافئ. تمنى تكون كانت حتى هي بحالهم، هما باين عليهم تولدوا بملعقة من ذهب في فمهم، ماشي بحالها هي اللي ما عارفة حتى والديها شكون. دارت بعينيها المائدة الكبيرة اللي محطوط عليها أطباق شهية من كل الأنواع ديال الأكل، فكرتها معدتها بشدة الجوع اللي كتحس به. دبلت عينيها العسلية حتى قفزها واحد الوحش باين من حوايجو أنه خدام في المطعم. سيري في حالك انتي من هنا، غتبقي نهار كاملة مقابلة الكليان ديالنا. ادفعها حتى جات الأرض، جرحات من ركبتها، عينيها عمرو بالدموع اللي ما خلاتهمش يهبطوا.
عمرها حنات راسها، من ديما كانت قوية أو كانت كتحاول تكون قوية. صافي أنا غادة تفو على وحش. تمشات بضع خطوات حتى سمعت نفس الراجل الحقير اللي دفعها كيعيط ليها، أجي أجي هذيك البنت رجعي. بقات كتشوف فيه مستغربة، شنو بغى عندها تاني هاد الوحش؟ ياك ما غيضربها تاني. شوف قلتي لي يا سيري في حالك، راه مشيت في حالي. شنو بغيتي مني مازال؟ ما كفاكش هاد الشي؟ وحنات على رجليها كتمسح قطرات الدم اللي في ركبتها وكتنفض حويجها. سكتي شوية، واش بغيتي تصيفطيني للقبر على بكري؟ سكتي واجي تبعيني. حلات عينيها باستغراب وتبعاته بدهشة. هذا شنو بغى عندها حتى هو يزيدها على همها؟ وقف قدام واحد الراجل ضخم كان لابس بدلة كحلة رسمية، داير شي حاجة في ودنيه، وقال ليه ها هي سيدي راجبتها. نور شداتها الخلعة، يمكن هذا هو مول المحل، ناري قفراتها اليوم يقتلها. في الوقت اللي هي كترسم سيناريو الموت ديالها تفكرات البنات كل راه بقاو بالجوع، عينيها عمرو بالدموع، شكون عندهم من غيرها؟ وهو يتكلم هذاك الراجل وقال لها تبعيني. آويلي واش هادو كيلعبوا بيا؟ ايش داني نطلع عليهم من الجاج انا قاع؟ وقف جنب الطابلة كان جالس فيها راجل باين من الاغنياء، كان لابس حسن من الراجل الاول، صراحة باين هو الشاف ديالو، كان شعره بني، عينيه كبار ورموشه حتى هي. كان جالس كيشوف الاكل ديالو وايديه فوق الطابلة، ايدو اليمنى عامرة وشوم. قالت نور في عقلها، اليوم النهاية ديالك، اليوم يقتلك هذا الراجل بحال الحشرة. آويلي فيقي يا هاد البنت، راكي قفرتيها. طاحت على رجليه، عافاك سيدي، كنقسم ليك بالله عمري ما بقى نجي لهنا، عمري ندوز حتى من هاد الحي، وعمرك تشوف وجهي مازال. كانت كتهدر والدموع في وجهها وشعرها الموج هابط على وجهها. الناس اللي في المطعم كانوا كيشوفوا في الوضع بدون ما ينطقوا حتى شي كلمة. حنا عليها وهز وجهها لعندو، عينيها كانت بحال الحجر الكريم ديجا كتبرق، ومع الدموع زاد بريقها، وقال شي حاجة ما فهمتهاش، خليها تبدل لباسها. باين هدر مع داك الحارس ديالو اللي يتكلم معاه بدوره، وقال أجي معايا. حبست من البكا ومن الترجي عند رجل داك الراجل الملاك الشيطان، وجهه كان خليط بينهم، وناضت تبعد داك الحارس، ومع كل خطوة كتدور وتشوف هداك الراجل اللي هز التليفون ديالو وبقى كيهضر بدون ما يتلفت ليها. ركب هداك الحارس بالسيف في السيارة، وأخيرا وبعد معاناة مع لسانها اللي مرجعش لحلقها طول الطريق، انزلوا حليها الباب. واو هاد الشي ما عمرها عرفاته كاين. تكلم الراجل الضخم وقال ليها تبعيني، دخلت تابعاه ودار شاف فيها وهي تغير ملامحها من تأفف لابتسامة مصطنعة، وهي كتفكر في وضع صحاباتها يكونوا ماتوا بالجوع، هي اللي مولفة كتجيب لهم الماكلة، وكتفكر في هاد الحريرة اللي طيحات فيها راسها مع هاد الحيط وداك الشاف ديالو. كانت واحد المرأة واقفة تما، تكلم معاه هداك الضخم وقال قال لك الشاف لبسيها شي حاجة زوينة. سمعاته وهي تقول كيفاش لبسيها؟ شوف انت وداك الشاف ديالك عندك حساب لكم، انا شيطان لكم تلبسني، انا عاجبني راسي هكا، خليني نمشي في حالي. دارت في اتجاه الباب حتى شدها من ايديها وقال شوفي سيري مع ديك السيدة تلبسك باش نمشي ودغيا، راه الشاف غيطلع له الدم. بقات غير كتشوف بعينيها وافكار مظلمه طاحت في راسها. تبعات لمرة، اما الحارس مشى للسياره كيتسناها، اختارت ليها فستان رائع فوق الركبه، عيات معها تلبس الطالون ولكن ما بغاتش، او بالاحرى ما قدراتش حيت مولفه غير صبابط عاديين، حتى ياسات منها واختارت ليها صباط بدون كعب. صيفطاتها الجهة الأخرى من المحل،
سلماتها لصديقة أخرى اللي حماتها وصيبات ليها شعرها الطويل بطريقة مموجة. جات بحال الأميرات بعد ما دارت ليها القليل من المكياج. وأخيرا جا السائق بعد اتصال من السيدة، أبقى كيشوف فيها بطريقة غريبة اللي زاد من ريبتها وأفكارها المظلمة. هدر في التليفون وكيقفقف بينها وبين راسها كتقول هذا ماله، ركبها في الطوموبيل ومشى بها للقصر أو ربما نقولوا جنة على الأرض. واو، اتحل الباب الكبير ودخلات الطوموبيل للقصر. كان مسبح كبير بزاف من الجهة الأخرى وجردة رائعة بحال شي جنة. ما فهمت والو، تابع داك الحارس وكرشها مرة مرة كتفكرها بألم الجوع. كان القصر من الداخل قمة في الروعة، عمرها ما شافت بحال هاد الرفاهية حتى في الأحلام، لأن أحلامها كانت على قد الحال. عمرها ما كانت تقدر تحلم تشوف الجنة على الأرض حتى شافتها. خلاها داك الحارس وخرج. كانت سارحة في كل شبر في داك القصر بعينيها، مرة مرة كتلمس شي حاجة من دوك الديكورات اللي تما. حتى قفزها صوت غريب قال ايه اش كديري انتي؟ قالت والو. قول لي يا اشنو كنديرو هنا وعلاش جبتيني حتى انا؟ بغيت نمشي. شوف نقول لك، عندك حساب ليك راسك غتشريني بهذا الشي اللي عندك انت وداك النصران. جوج كلمات غادي نقولهم ليك، يا تخليني نمشي في حالي يا غندير صبعي في ودني ونغوت. الحارس بقى غير كيشوف فيها حتى خرجوا من سهوتو صوت اقدام السيد وهو كيقرب. قال سير. هي غير كتشوف هاد السيد كيبان كالامير، لباسو وقفتو وريحتو. جاوبوا الحارس نعم سيدي، وتم خارج في اتجاه الباب وهي تفيق من سهوتها. اجي اجي قالك سينيور، ابقى هنا حتى تديني في حالي، ما تخلينيش مع هاد الشيطان. ناري عافاك، ياك انا بنت بلادك خرجني من هنا اخويا، هاد النصراني مرتاحيتش ليه. الحارس كيشوف فيها بصدمة وهي شادة في ايديه وقال سكتي. السيد او النصراني كيف ما سماته قبل قال جلسي الارض، فين غدا تمشي يا هاد المتشردة؟ كتقولي نمشي زعما عندك فين؟ صدمات من كلامه اويلي قفرتها، كيهضر عربية. ناري نهايتي غدا تكون في هاد القصر، بغيت نقول في هاد الجنة. الحارس ابتسم ابتسامة جانبية وخرج نور. وفي صدمتها كتشوف هذا الوحش كيتمشى قدامها بكل ثقة في النفس، تبعاته بخطوات خايفة. عافاك سيدي، انا ما قصدتش نعايرك، اصلا قاع ما عرفت واش كتفهم العربية حيت قاع ما بين عليك عربي. هز كاس النبيذ الاحمر من فوق الطاولة وشربوا دقة واحدة وانطق جلسي. قفزها بصوته اللي كرعد، جلسات بلا ما تنطق اي كلمة. عينيها تحلو على الماكلة اللي فوق الطابلة وبقيت كتشوف فيه وهو جالس فوق الكرسي اللي مقابل ليها وداير رجل فوق رجل. ترجعت بعينيها باش تاكل وبدا تليفونه كيصوني وجاوب. قال لي جات. هي كانت كتراقبه في صمت وهو ابتسم بشر وناض من بلاستو جهتها، قرب ليها وهي كترجف، وقف وراها قلبها بدا كيضرب. عمر قرب منها شي راجل بهذا الطريقة؟ ايش من راجل؟ قول ملاك مختلط بشيطان، وجهه كملاك ولكن روحه شيطانية. هكذا حسيت اول مرة شافته. تحل الباب بالجهد وهنا ابتسم الشيطان وباس نور في عنقها. ما عرفت باش تبلات، واش بهاد الشابة اللي وقفت عليهم كي ملاك الموت. بغات تنوض من بلاصتها برعب ولكن برك على كتفها وجلسها وهز راسو وتكلم. اهلا صوفيا. قالت شنو كدير معاك هادي هنا وشكون هادي اصلا؟ جاوبها ببرود وقال هادي حبيبتي وقريبا غدا تكون مراتي، انتي اللي شنو كديري هنا؟ قالت شنو كيفاش حبيبتي وانا؟ وفي مكان اخر وبالضبط في القصر، قصر جوزيف. كان جالس وكيفكر. الحقيرة كتحاول تقرب مني بعد قاعدك شي اللي دارت فيه، خائنة وطماعة
كان اعترف قدرات تحرك فيا الإحساس بالرغبة، ولكن كرهي لها خلى رغبتي في قتلها أكثر من مضاجعتها. هو ابن لأب إيطالي وأم مغربية، خدم رفقة عمو اللي علمو يكون جسد بلا روح، ولكن عمو كان غير انطلاقة لشنو علماتو الحياة. جوزيف رجل بدون قلب كيقتل بدم بارد، روحه ماتت مع موت أمه. كان إنسان خالي من المشاعر، حتى تعرف على صوفيا اللي تغير على قبلها وبدل حياته 180 درجة باش يكون معاها، ورجع للمغرب واستقر فيه. ولكن بعد عام من الحب اكتشف أنها كتخونه وأنها معاه غير على قبل فلوسه. ضربها ضرب اللي خلاها تبقى في السبيطار لمدة شهر تقريبا، وجر عليها خرجت من القصر فعلا، ولكنها ما خرجتش من قلب، هي عارفة سيطرتها على قلبه. داكشي علاش كانت كتلاعب بيه، ولكن هاد المرة لا صوفيا، ما غنخليكش تحكمي في عقلي. بدا كيحس بالنعاس في هاد اللحظة، جات في باله المتشردة الجميلة وحروف وجهها وجمالها الغجري الرائع. سرح دقائق المكلخة، بقيتي ليا غير انتي نفكر فيك، دار للجهة الاخرى ونعس. وصباح الصباح فاق ودخل الدوش وخرج من القصر ولقى الحارس ديالو في الباب وقال لي يلا نمشي، ومشى في اتجاه الشركة. دخل المكتب ديالو وبدا العمل اللي مدة مجاليه بسبب صوفيا ومحاولته لسيانها. اتصل به واحد الرقم نهد وجاوبه وقال لي خاصو ضروري يجي لإيطاليا. جاوبه ببرود وقال علاش؟ قال لي المتصل كاين واحد المشكل. قال لي واخا، وقطع الاتصال مع عمو واتصل بحارسه وقال له بغيت نسافر في أول رحلة. قال لي الحارس واخا سيدي. وفي مكان آخر فاقت سندريلا النائمة كتحاول تخرج بشوية بلا ما تفيق هبة وصفاء، خرجت كتدور وسط الشوارع د المدينة الكبيرة كتحاول تفادى البلايص اللي فيها المتشردين، وخا حتى هي منهم، ولكن هي ما ترباتش في الزنقة. كتسمعهم بعض الأحيان كيهضروا بكلام قبيح ما كتقدرش تقوله، ما كتعرفش القوانين اللي غادين عليها وكيفاش تقدر تعيش فيها. وخا أنها كتعتبر متشردة، ولكن وجهها كان بريء وطاهر، وحتى روحها هما للأسف تعلموا قانون الغام من الزنقة، القوي كياكل الضعيف. مشيت لجنب واحد المحل وجلسات كتشوف في الناس الغادي والجاي، ريحة الماكلة ضربتني فيها ودق ناقوس الجوع في معدتها. ما كرهاتش تشري سندويتشات ليها والبنات. تقدم منها واحد الراجل من العمال اللي كاينين تما وقال اجي انتي شنو كديري هنا؟ قالت والو سيدي غير جالسة. قال نوضي عوض ما تبقاي جالسة تبعيني. تبعاته ودخل بها لمحل الأكل. قال ليها كتعرفي تغسلي الماعن؟ جاوباته بغرابة اه كنعرف. قال شوفي اليوم ما جاتش المرأة اللي كتغسل الماعن والخدمة بزاف، دخلي الكوزينة وبداي خدمتك. فرحات حيت غتبدا تخدم واخيرا غتلقى باش تاكل هي وهبه وصفاء. الراجل قال ليها ببرود شوفي راكي غتخدمي غا اليوم حيت المراه صبحات مريضه وغدا خاصها تجي، يلا سيري دابا بداي خدمتك. مشات وباين من وجهها علامات الفرح، ودخلات دار طابليه كانت معلقه تما وبدات كتغسل المواعن اللي كانوا كتار بزاف والمبارد، وكتقول في نفسها بالسيف هاد المرأة مسكينة ما تمرض، وبقات على حالها. وكل مرة كتحاول تحرك رجليها اللي حسات بيهم جمدوا من كثرة الوقوف، وأخيرا وصلت الوحدة عاد كملات ومول المحل هبط الريدو كيتحاسم مع الخدامة. خرجت من الكوزينة وهز راسه فيها، كان رجل 40 وهو يقول شكون هادي؟ قال ليه الخدام أسيدي
رحمة ما جاتش اليوم وأنا ديبانيت بهاد البنت. بقى كيشوف فيها بنظرات أصابتها بالإشمئزاز. كان كيتفحص الجسد ديالها كل شي برفيه. حتى تكلمات وقالت سيدي عافاك ممكن تخلصني باش نمشي. كان تفكيرها كله على هبة وصفاء. حتى اليوم غيكونوا بقاو بالجوع. سيري خدي بعد عشاك من تما واجي عندك. سيري خدي بعد عشاك من تما اجي عندك والديك. بغات تجاوبو ولكن ما قدراتش. وهي تقول اه سيدي عندي ماما وبابا كبار في العمر. قال ليها صافي خدي ليهم حتى هما. فرحات حتى بانت ليها ابتسامتها الرائعة. كان كيشوف فيها وهي غادة تاخد اللي قال ليها. رجعت عنده وقال ليها هاكي. أعطاها 200 درهم. فرحات بزاف. كانت كتوقع أن هاد الخدمة غيعطيها عليها شي 30 درهم. لحقهاش هي عارفة مزيان الخدمة في القهاوي والمحلات مصدى سيدي ما كي يأكلوا عرق بنادم. خدات هادوك الفلوس ومشات فرحانة. حتى وقفها بكلامه. قال بلاتي نوصلك. قالت لي لا لا شكرا غدا نمشي بوحدي. قرب منها وقال شوف يا الزين إلا طوعتيني. وهز الرزمد الفلوس في إيديه وكمل كلامه هاد الفلوس كلها ديالك. بعدات منه خطوات بالزربة اللور وقالت هادوك الفلوس خليهم ليك تحتاجهم ما محتاجهمش. وهربات من قدامه ومشيت كتجري رغم أن الحقير حاول يغريها ويتحرش بها ونكد عليها نهارها كتار ما هو منكد. ولكن هي فرحانة أخيرا خدمات وتخلصات مقابل خدمتها وزيد عليها الماكلة اللي خدات معها. وصلت للكوخ بعد معاناة في الطريق وهي كتحاول تجنب سكايرية والشنكارة. دازت بين الأشجار وخرجت الكوخ مباشرة. دخلت فرحانة قالت هبة أخيرا خدمت وتخلصت. أخيرا غدا غنشري وما ناكله غناخدو حتى الفرماج ياكي. ولكن هبة ما عطاتها حتى رد. كانوا عينيها حمرين ومنفوخين بالبكا. ما ردتش ليها نور البال في الأول من فرحتها. وهي تقول لها مالكي اش كاين فينا هي صفاء. قالت ليها هبة صفاء في السبيطار مرضات بزاف وشداتها الحساسية حتى توقف التنفس ديالها. حذرت غير واحد الراجل في الطريق وقف لينا وديناها للسبيطار. الطبيب كيقول حالتها خطيرة لحقاش ما بقاتش كدير رابوز. سنيتك باش نقولها ليك وبدات كتبكي حيت عرفتك غادا تجي وما غتلقايناش وتخلعي علينا. طاحت على ركابها من الصدمة ودموحها نازلين على خدها بدون توقف. وقالت فينا هي اش من سبيطار. قالت لها هبة السبيطار الكبير. لاحت ديك الميكاد الماكلة وجرات هبة من ايديها ومشاو. كان خاصهم يضربوا مسافة كبيرة على رجليهم عاد يوصلوا للسبيطار. وقفات في الاستقبال وسولات واحد الفرملية تما عافاك يا اختي واحد البنت جابوها عندها الضيقة. قالت ليها طلعي للطابق الأول وقلبي تما. قالت هالفرملية بلا مبالاة. طلعت نور كتجري وهبة موراها. وكي طلوا في الغرف د المرضى شي ناعس شي مفيقوا الألم. حتى الغرفة رقم 4 عاد بانت لهم صفاء ناعسة وشعرها هابط على وجهها. جراو عندها وهي تقول لها حبيبة كيف بقيتي. صفاء حلات عينيها اللي بانوا خاليين من الحياة. قالت لا بس أنا بخير ما تخافوش علي. ابتسمت نور البراءة هاد البنت. بستها من خدها وقالت لها خلعتين عليك. وحتى هبة بستها وقالت حرام عليك حبيبة طيرتيها مني. ضحكت وقالت ما تخافوش ملي غدا نبغي نموت كاع ما غدا نخلعكم غدا نموت بصمت. ونزلت دمعة من عينيها وقالت
سمحوا لي حيت عذبتكم في الملجأ وزدت عليكم من اللي طردونا. قالت ليها نور: لا حبيبة ما تقوليش هكا، انتي راكي ختنا ياك هبة. وضربات هبة اللي كانت كتبكي بحرقة وتكلمات وقالت: اه حنا راه خوت الحمقى. وهي تقول صفاء: عرفتو انا وخا ما عمري عرفت عائلتي ووالديا، ولكن انتوما كنتو ديما عائلتي الحقيقية. قالتها وكلهم بدوا كيبكي. وهي تقول: نور. قالت ليها: نعم حبيبة. قالت: إلى مت بقي تجيبي لي الورد. نور جمدات وما عرفت باش تجاوبها، الخوف والحزن سيطروا عليها. أما هبة حطت إيدها على فمها من الصدمة. ابتسمت نور بحزن وقالت: انتي غير ما تموتيش، وأنا كان وعدك نبقى نجيب لك كل يوم وردة. ابتسمت وغمضت عينيها وما بقاتش حلاتهم. نور تسمع غواتها في أرجاء السبيطار، وجا الطبيب والفراملية كيجريو. قلب عينيها وتحسس نبضات قلبها وقال ليهم: ماتت. خرجت نور من الغرفة وجلست على الأرض كتبكي بحرقة. عنقاتها هبة اللي كانت حتى هي غارقة في دموعها. وجا الطبيب وقف عند راسهم وقال: غتكلفوا بالجنازة ولا نشوف شنو ندير أنا. باين عليهم ما عندهمش، داكشي علاش الطبيب قال ليهم هكاك. هزات نور راسها بحزن كتشوف فيه وقالت: عندي 4000 تقد. وهو يقول: صافي انا غادي نتكلم. قالها وزادوا خلاهم. ومن بعد سنه نور كتدور في ستوبات بسله ورد وبعض علب المناديل كتحاول تبيع ما امكن. كان مظهرها نقي، ولات ساكنه في بيت في السطح ماشي بحال الاول كان في كوخ. وجهها ولا مورد بحال الزهرة المتفتحة، وشعرها البني وخا باين عليه آثار الإهمال، ولكن جماله كيغطي على إهماله. هبة ولات عاملة في أحد البيوت، كتزورها مرة مرة، كتشوفها وكتطمأن عليها. ونور عمرها ما نسات صفاء، كل نهار كدي لها وردة لقبرها كيف ما وعداتها. شعل الضو الأحمر وقربات من السيارات كتحاول تبيع شي حاجة من سلعتها، حتى حد ما عطاها أهمية ورجعات لجانب الطريق. أكيد تعرضت لمحاولات كثيرة من التحرش، لا من الفقراء بحالها ولا اللي كفس منها، وفي بعض الأحيان حتى من صحاب الطوموبيلات. باعت شي حاجة من سلعتها وفرحات بزاف. وفي مكان آخر عبارة عن واحد الجراج كبير، جوزيف جالس على كرسي بطريقة عكسية وراجل مقابل معاه كيترعد من الخوف والبرد، وأثار الضرب كانت باينة عليه وحويجو كلهم فازقين. عطى إشارة لواحد من الحراس باش يحيد ليه الغطاء على عينيه، وزاد خوف الراجل وبقى كيتمتم بالهضرة: سي سالفاتور عافاك اسمح لي، غير هاد المرة كنحلف ليك غادي نعطيك فلوسك وفي اقرب وقت. ناض جوزيف من بلاصتو وقف موراه وشدو من شعره وقال: من الاحسن غنعطيك 24 ساعه تكون فلوسي عندي. وخرج وخلى الحراس يتكلفوا بيه. جوزيف الشيطان رجع لطبعه لا رحمه بعد ما كانت تبدل بسبب حبه لصوفيا. ركب طوموبيلته واتجه نحو القصر، وفي الطريق وعند الضوء الأحمر قربات منه نور، ولسوء حظها ما عرفاتوش حتى هز راسه. وهي تقول: عافاك سيدي خود مني وردة هديها لحبيبتك. صوتها صوت المتشردة رن في ودنه وكأنه إعصار. غير هز راسه وحطات عينيها البراقة في عينيه. من الخلعة طلقات الوردة من إيديها، أكيد كتخاف منه